السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتحدث عن وفاة شاب صغير في السن وترك أرملة صغيرة في السن وطفل عنده أربع سنوات. الشاب اللي توفى ده كان عنده 32 سنة، كان بيعمل في شركة مرموقة يعني، وكان مخلص جدا في عمله، وكان إسلامه يعني بيصلي وبيصوم يعني الأساسيات بتاعت إقامة السنة والفرائض، ولكن كان قلبه من الداخل نظيف جدا 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 جدا، وشهد له في هذا الأمر كل أحباؤه الذين تعامل معهم. في يوم من الأيام حصل مشادة في الشركة التي يعمل فيها، وكان ده يوم عرفة، وكان صائم هذا الشاب رحمة الله عليه، فنام مهموما حزينا يعني. دي نصيحة كل الشباب، ألا تناموا وأنتم حزانة، أو ألا تغضبوا أحدا قبل أن ينام. فنام هذا الشاب ولم يستيقظ، أصيب بما نسميه اللي هو نزيف في المخ. هذا الشاب جلس في غيبوبة رحمة الله عليه في غرفة الإنعاش حوالي 29 يوم، واختلف الأطباء ما بين الموت أو الحياة بالنسبة للشاب. فهناك نوع من أنواع الموت، موت جذعي وموت إنباتي. على العموم أعلن الأطباء فيما بعد عن وفاته. صدم الكثيرين من أحباب هذا الشاب، ممن يعرف ممن لا يعرف، كثير جدا من أقاربه وضعوا صورة الشاب وهو مريض وصورة الشاب بعد أن مات في وسائل التواصل الاجتماعي التي دعا له فيها، أنا لن أقول عشرات الآلاف، لكن أجزم أنهم أكثر من 20 أو 30 ألف شخص لم يتقابل معهم هذا الشاب، ولم يعرفهم ولم يتعامل معهم، لكنه هو دعاء الأخ لأخيه بظاهر الغيب. انتقل إلى رفيق الأعلى بين صدمة أبيه وأمه وإخواته إلى آخره، وزوجته إلى آخره، ولكنه أتى في المنام لإحدى أقاربه يقول لها: لقد خيرني الله سبحانه وتعالى ما بين أن أعيش على كرسي أو أن ألقى الله سبحانه وتعالى، واخترت لقاء الله سبحانه وتعالى لما رأيته في غيبوبتي من نعيم ورضا وسكون وطمأنينة. أوصاها بأن توصل هذه الرسالة إلى أمه وإلى أخواته وإلى أبيه وإلى زوجته، وأوصاها أيضا بأن ترعى هي وأبيه وأمه زوجته الأرملة وابنه اليتيم، وقال لها: قولي لإخواتي البنات، كثرة البكاء تعذبني. حينما أتحدث عن شاب كهذا دعا له الآلاف في كل مكان وفي كل أماكن مختلفة ولا يعرفونه، دي من فوائد التواصل الاجتماعي. لكن من هو هذا الشاب؟ شاب عادي جدا، إلا أن له قلب نظيف يحب الله سبحانه وتعالى ورسوله ويحب خدمة الناس. إن دخول الجنة ليس بكثرة الخطب والمواعظ أو بكثرة عدد الآيات التي يحفظها الشيخ أو إلى آخره، بل إنه بنقاء القلوب التي في الصدور. أتمنى منكم أيها الشباب والشابات أن تكونوا مثل هذا الشاب رحمة الله عليه، الذي لقى ربه صائما وأصيب بالنزيف في الدماغ في يوم عرفة، وظل يحتضر ما بين الموت والحياة لمدة 29 يوم إلى أن قرر الأطباء
أنه قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو الذي اختار صحبة الله ولم يختار أن يعيش معاقا على كرسي. الجنة قطافها دانية، ولكن أهم شيء في دخول الجنة هو نقاء الصدر، نقاء الصدر من الغل والحقد والحسد والغلول والفرية والكذب والزور والبهتان. جزاكم الله خير، وأتمنى أن أعطيكم الله سبحانه وتعالى عيشة رغيدة في مديد من العمر، ويمد لكم في أعماركم ويحسن لكم أعمالكم، وأتمنى أن تساعدوني ونساعد بعضنا البعض على أن ينقل الله صدرنا من أمراض القلوب، ونفسنا ما زكاها فألهمها فجرها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.